بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الاعزاء شكرا. يا رب تكونوا بخير الاول، سنة سعيدة عليكم يا رب ان شاء الله، وصيف سعيد. الدنيا حر وانا بتشوي وانا بسجل لكم الفيديو، مش عارف لشغل مروحة ولا اي تكييف ولا اي حاجة، واللي يعني صعب حتى اريح شوية وبعدين اشغل مروحة وارجع اسجل تاني. ربنا معانا ان شاء الله. افكرك باللي حصل بقى من ريا، لما كان قرار ريا ان هي تضحي بالجميع بما في ذلك شقيقتها سكينة، اختها سكينة، في سبيل انقاذ رأسها من المشنقة. ده اواخر اتكلمنا فيه، ده كان وراء اعترافها بالتفاصيل الكاملة لعملية قتل فردوس، اللي هي فضلت كتير تنكر قوي، تنكر موضوع فردوس وتنكر كل شيء عنها، بما في ذلك معرفتها منذ بداية التحقيق ان هي كانت عمالة تنكر الكلام ده كله، وكشفت لأول مرة عن المكان اللي اختفت فيه بقية ملابس الضحية الأخيرة اللي هي فردوس. فزعمت بأن حسب الله عاد في الساعة 10 من مساء نفس اليوم اللي اتقتلت فيه فردوس، ومعاه فتاة صغيرة قلنا عرفت فيما بعد انها ضرتها لما سألت بعد كده، وكان معاها واحدة تانية طويلة القامة، في ناس قالوا امها معاها زي ما انا قلت المرة فاتت، وكان في كلام في الحتة دي قال لك دي واحدة صاحبتها، وان هو حسب الله اوهم ريا ان احنا جايين نشتري، ان الناس دي يعني مش مراته ولا حاجة، ان جايين يشتروا اللبس اللي عندك. وفي ناس كتير بتسأل على مريم الشامية، هقول لكم حتة عن مريم الشامية برضو عشان يبقى احنا قلنا حتة صغيرة يعني اضافة بالذات في مريم الشامية، معرفش هي كانت قريبتكم ولا ايه، بيسألوا عليها جامد قوي. ماشي هنقول، انا عارف الناس بتوع الشام. سيدي في حاجة قالوها مش فاكر انا قلتها قبل كده ولا لا، قالك ان عبد الرازق وريا كانوا عاملين مفاجأة كبيرة جدا لحسب الله. ايه هي المفاجأة؟ جم قعدوا معاه مرة وعايزينك ومش عايزينك ريا وهو وكلام من ده، وكان ساعتها مش موجود، معرفش كان مع واحدة ولا كان فين. المهم تعالى يا جماعة وقعتوا قلبي في ايه، في ايه ريا اقنعت اصلا عبد الرازق بقتل مريم الشامية، وجات بعد ما اقنعته جابته يقنع هي وهو حسب الله. واصلا ليه خلي بالك قتل مريم الشامية فكروا فيه، واللي فكر فيه اول واحدة ريا، لان حسب الله كان بيعاكس مريم الشامية، وكان دخل يعني راح عليها كذا مرة وعايز يشبك معاها بكل الطرق، رفضت مريم الشامية وراحت بلغت ريا، قالت لها جوزك بيحوم عليا، قالت لها ما انا عارفة ده يعني فلاتي وحالته بلا وبيجي لي شكاوي من النوع ده كتير، فكانت حاطة في دماغها وعارفة ان هو معجب بها جدا، حاجة مش شام بقى كده، حاجة ايه فل يعني، فكان حاطة في دماغها ان هي لازم تقتلها. بس جه دخل ضحايا تانية في الموضوع متسهلة موضوعهم وقتلهم متسهل وجايين على طبق من فضة، فقال لك لا لازم سيبك من مريم، ده عايزة ترتيب جامد وتحضير جامد، والله لو ما كانتش فلتت مريم بحظ يعني بحاجة من عند ربنا كان زمانها متضافة مع الضحايا دلوقتي. فقررت ان هي تقتل مريم الشامية، وحسب الله وافق، وكانوا لسه بيبتدوا يرتبوا ويعدوا العدة. على فكرة الكلام ده مش جديد، موجود في المسلسل ده بالذات الحتة دي يعني، تمام. انا قلت اقولها لكم برضه عشان يبقى احنا ايه قلنا حاجة عن اللي انتوا الحتة اللي بتسألوا فيها كتير. وكان معرفة زنوبة بالمكان اللي اخفت فيه
بقية ملابس فردوس، ما دي قالت حتة، وجت زنوبة اللي هي مين بقى، اللي هي البنت الصغيرة مرات حسب الله، قالت كمان الحقيقة ديت ان هي في ملابس، ان هي فين اخفت ملابس فردوس. وغير يعني فهم منها المحقق ان هي يعني ما جايه يعني في الاسئله عن زنوبه، فبتقول يعني بتحاول تتهم زنوبه ان هي اللي جت وخدت اللبس بتاع فردوس وكذا وكذا وكذا. فالمحقق فهم ان بالمنطق كده ان دي متغاظه منها، وان هي عايزه تكدها علشان دي ضرتها مش اكتر، فعايزه تدخلها في الاتهام يعني. وده يعني المحقق اتأكد من الحتة دي لما استدعى زنوبة واعترفت بعد تردد شوية، كانت مترددة ان هي كانت متفقة مع عبد العال وحسب الله على انها تقول كلام، او حسب الله من انها كلام، فاعترفت بعد تردد بالحقيقة من اول لحظة دخل فيها عليها حسب الله يوم الحد، وبعد يومين من قتل فردوس، وكان بصحبته محمد عبد العال اللي كان يحمل في ايده سرة ملابس. هي بتعترف بالكلام ده يعني، ان بعد يومين حصل كذا وجوم عندها، وكان في ايده سرة ملابس جوزها حسب الله قال لها، عدها لها قدامها الملابس اهي، وقال لها احتفظي بيها في صندوق ملابسك. وثم بعد كده طلب منها عصر اليوم التالي ان هي تحتفظ بيها خارج البيت حسب الله، اللي طلب من زنوبة مراته، زاعما ان موضوع نزاع حصل بين عبد العال وزوجته والحاجات دي بتاعت زوجته، فقال له انا عايز احتفظ بها عند احدى جاراتك، يعني خليها رهن اي حاجة. فالمهم هي ودتها عند جارتها مقابل رهنتها كمان، كانت معرفش ايه السبب، كانت السبب ان هي خدت ريال، وان هي كانت عايزة تاكل وعايزة مفيش فلوس في البيت ولا حاجة في البيت، فراحت رهنتها كان ساعتها اتقبض على حسب الله. يعني هي فضلت عندها مدة شوية صغيرة وديتها عند صاحبتها في البيت جارتها، بعد كده قالت لها انت مش عايزة فلوس، قالت لها خديها وهاتيلي ريال اكل بيه، لان حسب الله طبعا اتقبض عليه. واصطحبت زنوبة احد ضباط الشرطة الى من قالوا لها طب ورينا جارتك، يعني تعالى يا عم وريك جارتي. وراح منزل الجاره ليعود بالملابس اللي ما كادت ام فردوس تشوفها، راحت صرخه وقايله فعلا دي ملابس بنتي اللي خرجت بيها اخر مره، ويعني صدمه. ولم تكن زنوبه هي الوحيده اللي حاولت ريا ان هي تكيد له، يعني حاولت تكيد لريا بعد أن قررت تعترف بالحقيقة، فقد أصرت على أن تكرار اتهامها العديلة الكحكية بالمشاركة في القتل، وبالذات لما المحقق فكرها قال لها أنت قلتي عديلة ما جاتش البيت ما جاتش البيت اللي اكتشفنا فيه الجثث غير مرتين، مرة بصحبة أنيسة ومرة عشان تسأل عنها أو عن الحلقة ولا العقد ولا الكلام ده ماشي. وهي كانت بتحقد عليها جدا زي ما انا قلت لك الاسباب اللي قبل كده. ولما سألوها برضو قالت لهم دي داخلة وخارجة من البيت وعارفة كل حاجة، اشمعنى سبتوها؟ كانت متغاظة جدا ان عديلة تثابت، وده يدل طبعا عن كراهية شديدة توحي بتصديق اقوال سكينة اللي ذكرت في مجال التدليل على ان عديلة دي وحشة وقليلة الادب، ان هي يعني تهمتها عديلة سكينة ان هي اختلت مرة بابو احمد النص، يعني بتأكد كلام اختها رايا ان هي يعني بتقول لهم ده مرة ابو احمد النص خدها ودخل بيها جوه، واخرى كمان مرة حسب الله خدها اثناء غياب ريا عن بيت وخدها، كان اليوم ده فين؟ كان في حارة النجاة. يعني عمالين يدموا فيها عشان يعني تبقى بتاعت حسب الله وبتاعت ابو احمد النص وبتاعت محمد خفاجة، على العكس يا سيدي من الكبجي والجدر اللي ريا لم تستطع ان هي تجزم ببراءتهم.
بدعوى ان هي كانت بتشوفهم احيانا وهم جالسين مع الرجالة الاربعة دول، ده لما كانت بتكذب، عشان هنيجي للمفاجأة دلوقتي. لما كانت بتكذب وبتقولك انا شايفهم مع الاربعة دول، يعني احتمال 90 او ما احتملش ان هي يكونوا مشاركين او مش مشاركين، ملناش دعوة. لكن اللي اكدت عليه ان هي اكدت براءة سيد عبد الرحمن ونفت انه يكون قد اشترك في قتل فردوس، وقالت انا ما نظلموش حد ابدا، وهي هو صاحب فردوس وكان معاه في الخمارة، لكن لم يدخل عندي ابدا في البيت، ما جاش عندها من اساسه في البيت. والله انا خايف حتة من الموسيقى دي تيجي في دماغي ولا حاجة، يعني مش عارف انا اللي جبته لنفسي. مالها موسيقى رايا وسكينة ما كانت شغالة تمام التمام. ماشي، تغيير. وبعدين قالت ان هي ما تظلمش حد، وكان ذلك كافي في نظر المحقق لكي يأمر بالافراج عن سيد عبد الرحمن فورا. شوف فورا الراجل هوائي لدرجة ان واحدة قالت كلمتين يبقى ده براءة، عشان عارف لو ما قالش ان قال افرج عنه لعدم ثبوت ادلة او كفاية ادلة او كلام من ده ماشي، لكن وكان ذلك كافيا في نظر المحقق ان هي قالت كلمتين على سيد، يبقى خلاص. طب ما فين رأي حسب الله؟ وفين رأي محمد عبد العال؟ وفين اراء الناس كلها؟ وفين انت شايف عنده مدان ولا مش مدان؟ بصراحة انا مش عاجبني الموضوع خالص، انا راح اشتغل ضابط بعد الظهر بعد كده، مش هينفع. وافرجوا عن سيد عبد الرحمن فعلا بعد اسبوعين تعيسين طبعا ومرار، اضاهم محبوس على ذمة التحقيق في السجن. ولان سليمان عزت كان يدرك من خبرته في التعامل مع ريا ان اقوالها الاجمالي هي اقصى ما تستطيع ان تعترف به في المرحلة من التحقيق، وان هو ده اقصى حاجة هتقدر تعترف به، وان محاولة استدراجها تاني لكي تروي التفاصيل، عشان اللي هي يعني تقول اي تفاصيل يعني تانية، ان دي هتغرقنا بسيل جديد من الاكاذيب والحوارات بتاعتها، وهتنتهي بها بايه زي كل مرة بالانكار او انكار ما اعترفت به من قبل كده، حتى لو قبل لحظات لسه معترفة بحاجة ممكن تنكرها. فراح متوقف عن مناقشتها في تلك الاقوال ليستدعي مين بقى المفاجأة الجميلة اللي كانت مفروض تحصل من زمان شوية. استدعى شقيقتها سكينة للمواجهة، اول مواجهة تبقى حاجة سسبنس قوي، الواحد كان نفسه يشوف المواجهة دي، بيبصوا ازاي لعينين بعض، كان يعني عينين بتكلم عينين، حركات هتكلم حركات، دمخ هيكلم مخ. فبصراحة انا كنت بحلم اشوف الموقف ده. فواجهها باللي ذكرته عنها في اعترافاتها، وخاصة باللي يتعلق بدورها في استدراج فردوس، ما ريا ضربت في سكينة شوية خبطت فيها، ولابد ان سكينة كانت تعترف قبل مثلها امام المحقق بما اعترفت به اختها ريا. يعني يمكن هي كانت وصلت زي ريا بالظبط، وربما يمكن قبلها شوية، الى نفس النتيجة، ادركت او فهمت بعد اللك والعجن ده كله والكذب ده كله ان لا فائدة من الانكار، الانكار ما منوش فايدة، ولا تأليف اي قصص كاذبة مش هيصدقها ولا حد هيصدقني. واقتنعت بالمنطق يعني اللي كان المحقق يحاول اقناعها بيه منذ بداية التحقيق، وهو ان تعترف بدورها عشان تحدد مسؤوليتها وتنال عقوبتها على ما قامت بيه من افعال بسيطة مهدت لاتمام الجريمة. يعني انت براءة زي ما قلنا هتاخدي سنة ولا سنتين، بدل ما تشيلي افعال الاخرين وتتحكمي على اللي ارتكبه الاخرين بحكم العثور على الجثث في غرفتك على الاقل، يعني يبقى انت كأنك انت بيقول لها انت مش انت اللي قاتلة، والجثث موجودة عندك يبقى انت كأنك انت اللي قاتلة. وثبت من تقرير الطبيب الشرعي ان هي اتدفنت خلال الفترة اللي كنت تشغليها فيها، تشغلي الغرفة دي فيها. والحقيقة ان مشهد المواجهة بين ريا وسكينة اللي حصل في صباح يوم الثلاث، الله يعني والله انا بتخيلهم كده قدامي واقفين دي وجها لوجه، يعني الهرم الاكبر واقف قصاد ابو الهول،
هيقولوا ايه؟ يعني حاجة مشهد رهيب، وحياة ربنا لو اتعمل في السينما ده صح كان يعني عايز واحد مبدع ان يعملوه، مش ما يبقاش يتكلموا بسرعة، كان مثلا نظرات طويلة لبعض، رعب لبعض، وعيد لبعض، او انت هتقولوا ايه وانت هتقولي ايه، ونفتن ونعترف ولا لأ. كان منظر يلفت النظر، كان يوم 3/7 ديسمبر، كان يعني ملفت جدا، بس كان بيدل على العلاقة بين الشقيقتين، كما يشير على ان علاقة كل منهما بالراجل اللي هي بتحبه هي دي كانت اقوى حاجة ظاهرة واوضح حاجة ظاهرة، ان دي واضح جدا ان هي بتحب واحد، ودي واضح ان هي بتحب واحد، ورغبتهم في ايه؟ في حماية الراجل دوت اللي ما يستحقش فردة شبشب. المفروض ما نقولش على الرجالة كده، بس دي رجالة ورق بقى، معلش. وكان ده كان أهم العوامل اللي دفعت كل منهما إلى اتباع خط الإنكار التام، اللي هو عايز تحمي جوزها ودي عايزة تحمي جوزها طوال الأسابيع الثلاثة الأولى من التحقيق. ولعل المحقق يعني اندهش لما استقبلت سكينة اعتراف أختها عليها من دون أي غضب. خلي بالك يعني فعلا الكبار والعقل او المجرم العتيد في الاجرام بيبقى لهم تصرفات تانية وطريقة تانية، ولهم تقل كده غريب وتفكير عالي قوي قوي، رغم ان دول مش ما ينطبقش فيهم المواصفات ده، بس انا اقصد عن المواجهة في الحتة دي بالذات، في المواجهة بينهم. فهي قالت لك بس يعني مفيش ولا غضبت ولا زعلت كما لو كانت تتوقع الاعتراف ده، وما انكرتش، مش تقول لك بقى كذا، لا ما انكرتش. صار وقالت يعني اللي نسبته لها اختها، يعني هو صح، قالت كده صراحة هو صح، بس قالت لها حاجة بقى، كلمة تانية، يا اختي انا كنت سكرانة ودايما سكرانة، والكلمة دي لئيمة. ثم التفت لها المحقق بيبص لها كده، قالت له عايز اقول انت سكرانه، فبصت له كده قالت له اختي اكبر مني ودايما فايقه، وهي اللي فايقه وواعيه عن كل حاجه وتفهم اكتر مني، وكلامي زي كلامها، واللي تقوله هي ماشي. يعني سلمت ايه؟ تسليم اهالي خالص، ضايعه. يعني والعلامات دي او العبارات دي ما فاتتش على ريا، اللي ادركت منها ان شقيقتها قررت ان تتخذ موقف التأييد السلبي للي ريا هتعترف بيه. يعني ده ممكن يديها ميزة التراجع عن اقوالها. ليه؟ هتيجي تقول والله ريا اللي قالت، او انا ريا اللي قالت كذا وانا ما كنتش فاكرة وانا كنت سكرانة. فلاقي ما رمت كده يعني طعم كده، يمكن يمشي، دي بتجس بنبض، خلي بالك لغاية لما تشوف الحوار رايح على فين، وفي نفس الوقت تقدر تغير اقوالها، ما كانت سكرانة، وفي نفس الوقت هيحملها المسؤولية التاريخية اللي هي راية من الاعتراف، فضلا عن ادعائها بانها كانت في حالة سكر. يعني ده يعفيها من المسؤولية فعلا، ده لئيمة جدا في الكلمة دي. انا بحس ان سكينة كانت اعقل من راية، رغم الراية مجرم عتيد في الاجرام، بس العقل رغم التانية سكران على طول كان في سكينة، انا بحس كده. وبرضو احيانا كنت احس ان راية عقل، بس في الاخر كده حسيت ان سكينة هي كأنها الاكبر وهي الاعقل يعني. والكلمة دي بالذات لان دي ممكن تعفيها من المسؤولية ان هي سكرانة، يبقى حاسبوها بقى ايه؟ على حساب ان هي ما كانتش قصدة تقتل، ولا قصدة تعمل، ولا قصدة كذا. ليه مش في الوعي؟ ولا حسابها برضو، بس مش بتهيألي اللي يبقى في واحد قاصد اللي هو سبقه مع ايه، قتل عمد، وسبقه مع الاصرار والكلام ده. يا رب بيقولوا ايه؟ نسيت. المهم فقال لك يا سيدي استفزها مكر سكينة ريا، وان الكلام ده تقيل قوي يعني، ودفعها الكلام بتاع سكينة ان هي ريا تتقمص دور المحقق، فراحت ضربها سؤال كأنها بتستجوبها يعني، قالت لها الوقائع اللي انت ذكرتيها في غيابي، يعني اللي انت قلتيها عني في غيابي. فبتقول لها ايه يا ريا؟ قالت لها يا اخي يعني انت يوم ما خدتي المفتاح مني
وقلت اني رايحة تجيب البابور من بيت علي بيك الكبير، فاكراه؟ اجابت سكينة، قالت لها ايوه فاكراه. وراحت رد سكينة بعدها في دقيقة رد ألأم من الاولاني، قالت لها اه ورجعت لك المفتاح بعد دقيقتين. يعني انا فاكرة بس رجعت لك المفتاح بعد دقيقتين. ريا طبعا عملت ما بتسمعش، يعني كأنه نفي الكلام ريا، ونفي صريح جدا للواقع. فراحت ريا عاملة هبلة وراحت تسألها سؤال تاني، قالت لها انا من يومها مش جيت لقيتكم انت وحسب الله وعبد العال وعبد الرازق وعرابي، ومعاكم مرة بطريقتهم بقى طبعا، معاكم مرة او واحدة ست يعني قتلوها الرجالة وادونا الذهب بتاعها اللي كان بالأمارة ب 18 جنيه وانا خدت 3 ريال بس. بتسأل سكينة، وتناست سكينة انكرها اللي هو ان انا اديتك المفتاح في دقيقتين، وراح ترد على السؤال بسؤال يحمل اعتراف. هنا الغباء بعينه بيعمل احتراف، يحمل اعتراف بالواقعة نفسها. قالت لها وانا مش خدت يومها ريالين بس. يعني حاجة نكت والله العظيم. فقالت ريا طب ما تقولي انت خايفة على عبد العال يعني؟ قالت لها انا قلت على جوزي كل حاجة. قولي على جوزك كده بقى من الاخر. فراحت قايلة سكينة ما هم كلهم كانوا مع بعض وكانوا دايما على القهوة ومعاهم عرابي، واذا كان جوزي يغيب كان بيروح جوزك يجيبه من على القهوة، امال يعني حسب الله كان بيجيب فلوس منين ويشتري بيها الكتاين والدبل والخواتم والبنشات اللي بيلبسها، وكان بيفنجر على الناس ويسكر منين؟ حوار شيق والله. وردت عليها ريا قالت لها يا اختي ما انا قلت هو انا نكرة ونهار فردوس، مش انت اللي دخلتي بيها واعطيتيني واديتيني ربع ريال اسكر بيه، والرجالة قتلوها وجوزك خد الفانيلا. فراحت سكينة مكملة قالت لها اه وظبطوها عند اخوه، هو انا نكرة؟ الله الله الله، ده العملية باظت خالص. راح عند الحتة دي راح اتدخل المحقق عشان يوقف الحوار بينهم ويطلب لسكينة تقول يعني توضح اللي قالته. قال لها يعني وضحي معنى اللي انت بتقوليه، انا عايز تفصيل شوية. قالت له يا بيه انا راح نقول على كل حاجة. وبدأت العملية هتخش في سكة تانية خالص. قالت له انا هقول على كل حاجة، قالت له انا هقول على كل حاجة فعلا. وكان اللي لفت النظر في اعترافات سكينة واللي هو زي اللي لفت النظر بالظبط للمحقق في اعترافات ريا، ايه هو بقى معرفناش. طيب حرصت كل منهم على ان هي تبتدي الاعتراف بكل يعني الاعترافات الحقيقيه بقى فعلا بمقدمه تاريخيه عن ظروف نشاتهم، لان هي دي اللي حذف نفسهم فعلا. وما كانش المحقق طالب منهم كده عشان يعني ما يبقاش في اغراء للمحقق او حاجة يعني فنية بيعملوها يأثروا عليه، يعني مش هيفيد المحكمة في الاخر اللي بتحكم، او ان هو ما يقدرش يستطيع ان هو يقاومه يعني طريقتهم او يصعبوا عليه قوي او حاجة او يكتب حاجة تانية. قال لهم يعني مش مهم ان انا اعرف الظروف. قالوا لا احنا لازم نقول لك الظروف اللي خلقت مننا النموذج الانساني اللي قدامك ده عشان تبقى كتبت تحقيق صح وتعرف التاريخ الإجرامي لكل واحدة مننا. وما فيش شك ان ولاد علي همام دول اللي خلف لنا نصبتين علي همام ومات، على فكرة يعتبر النسل اتقطع خلي بالكم، لان امها مثلا ماتت، اخوها ما كانش متجوز ومات برضو زي طبعا، وكانوا شغالين في القهوة في كفر الدوار. جات ريا ماتت وسكينة ماتت وحسب الله ماتت وبديعة ماتت، عشان في ناس بتقول ان في ناس لها قرايب لهم في القاهره ومش فوق. ده كلام ملوش اساس على فكره. قرايب مين اذا كان الناس اللي اتقطع قدامك؟ مفيش. حتى زنوبه مرات حسب الله ما كانتش حامل منه زي ما الناس بتقول، ده كلام تخريف برضو. حامل مين؟ ده قاعد معاه يومين
وخرج يوم الصباحية الصبح. المهم قال لك ولاد علي همام كانوا يعني عندهم تاريخ سيء جدا، والتاريخ ده هو اللي يعني اللي دفعهم وفي الاتجاه بتاع مأساة اللي عملوها دي فعلا، والجرائم اللي عملوها دي. وقال لك يعني ان جذور التاريخ ده تمتد الى هو ابعد من اللحظة اللي هم ظهروا فيها على مسرح الحياة لتصبح نموذج للشر اللي قدامنا ده. قال لك يعني التاريخ من يوم ولادتهم، يعني هم حظهم سيء مثلا وكل الدنيا واقفة عكس طلباتهم وعكس اغراضهم وعكس اتجاهاتهم خالص. فالمهم السيرة الذاتية الشفهية اللي كل واحدة منهم قعدت تقولها، يعني قال لك يعني كان عندهم قدرة غير عادية عن هم يحكوا بدقة مميتة. شوف اللي كانوا بيكذبوا كل ده كانوا بيحكوا بدقة رهيبة عن نشأتهم وتاريخهم والسي في بتاعهم فعلا، او السيرة الذاتية دي، وعندهم موهبة رهيبة في اختيار الوقائع والدلائل والاحداث وترتيب رهيب قال لك حكوا بيه. عشان كده جات القصة دي بتفاصيل مميتة بكل التفاصيل وكل الاحداث. وخلي بالك رايا وسكينة في المحكمة دفعوا عن نفسهم، دفعوا بطريقة غريبة جدا وبطريقة فيها حكمة وكلام عقل العقل، ما عارفين بعد الكلام ده في اعدام يا في براءة. طبعا البراءة دي ما تنساش، بس هو الامل بيبقى عند كل واحد. وسكينة يعني فهمت خلاص ان الراجل يعني اوافق ان احنا نقول اعترافات تاريخية، بس قال لهم مختصرة، قالت له اقول لك حاجات مختصرة عن المرار الحياة اللي احنا عشناها منذ دفع بها الفقر والجوع على الطرقات علشان نبيع البيض في الشارع والفراخ في الشارع والخضروات في الشارع، ونتعرض لإغراءات الرجال، و يعني عايز أقول أقوى من إغراءات دي بس مش لاقي كلمة، إن هي يعني وهي وكمان قالت له وأنا طفلة بالأخص اتعرضت زي ما تقول باليومين دول بيقولوها تحرشات وانتهاكات واحتكاكات وقول كل اللي هي عايزه، لغاية بتقول له كنت بتعرض لكل ده وكنت بتهم من كل الدنيا كلها وانا طفلة. والواحد وهو طفل بيأثر فيه قوي اكتر مما هو كبير لانه مش فاهم. فقلت له اتعرضت لحاجات مفيش بني ادم يحلم بيها انه او انه يتعرض لها وهو طفل. يعني الرجال عملوا معايا اللي ما يعمل وانا طفلة، ما كنتش فاهمة حاجة لغاية لما جيت اتجوزت راجل ما كنتش بحبه وعشرتي ما طالتش معاه، ده بقى قدر ربنا، وخلفت منه بنت وما عاشتش. دي سكينة خلي بالك، يعني كل ده حصل قبل ما ندخل، هيبتدوا بقى ايه كلمة هنكررها كتير، قبل ما ندخل يا بيه في الوعد والمكتوب، وقبل ما اصبح مومس وابقى خلاص اسمي مومس او عاهرة، ولكن انا كنت بسكت وبكتم ليه، عارفة ان كله مقدر ومكتوب على الجبين، ده كلامها. وقالت حسيت كمان ان ده مكتوب ومقدر على الجبين منذ الازل والى الازل، قالت له كده يعني من اول يوم شفت فيه الدنيا حسيت ان هي مش حست وهي صغيرة بتفتكر بقى ان انا يعني حست او اقتنعت ان هي من اول ولادتها وان هي في شيء مقدر ومكتوب على الجبين لازم هتشوفه، زي ما العرافة أول مرة لقوا عرافة قاعدة في الشارع قالت لها تعالي شوف لك البخت يا شابة أنت، وهي قالت لها ماشي تعالي، ده اختصار بسرعة أنا قلتها قبل كده، قالت لها تعالي وقعدت تشوف البخت، العرافة ذهلت وقالت لها أنتوا الناس هتشوف منكم أيام سودة، قالت لا احنا هنشوف مننا ايام سودة، قالت لهم انا عندي البخت اسود قدامكم والناس هتشوف ايام سودة. عملوا ايه؟ راحوا قايمين ضربينها وضربين الودع ومطهنينها عيشتها وضربوها ومشيوا. ويا سيدي
وما قدرتش اقاوم الاغراءات اللي انا اتعرضت لها بعد الطلاق وانا بنت صغيره وكان معايا مخلفه بنت، ودخلت في الوعد على سبيل الهوايه، الوعد اللي هو الزنا يعني، او الدعاره اللي هي بسميها الوعد على سبيل الهوايه، اولا في كفر الزيات، وعلى سبيل الاحتراف بعد كده فين؟ في طنطا. وبعد شهور كانت دخلت استباليا المومسات، اللي هي استباليا دي يعني مستشفى. في ناس صحيح بتسألني الصندره هو ازاي يتدفن تحت الصندره وهي حته عاليه؟ الصندره حته عاليه بس هو هيتدفن في يعني الصندره اخرها فوق اهو مترين منها للسقف مترين، وخد عندك مترين فاضيين وبعدين الارض. مش معقولة يعني هيتدفن في المترين الفاضيين هيعلقوه في الهواء يعني وهو ميداليا ولا ايه؟ فدفنوا في الارض اللي تحت الصندرة، ارض الغرفة، عشان في ناس طبعا اخواتنا عرب مش فاهمين لهجتنا قوي او كلامنا والصندرة والكلام ده، فحبيت اوضح برضو كله سؤال اتسأل. فده انها بتقوله ان انا دخلت يعني مستشفى المومسات عشان اتعالج من مرض سري، وفيها التقيت، دي كانت اصدق كلام قالته سكينة، واحزن طريقة اتكلمت بيها، فعلا كأنها واحدة بيتعمل لها غسيل مخ او يعني بتحكي من الصفر يعني. بتقول له فيها التقيت بالوعد والمكتوب فين؟ في المستشفى. الوعد والمكتوب ده اللي اسمه احمد رجب، فحبني واغواني بالتوبة واتجوزني وهربية الاسكندرية عشان ابعد عن المشاكل وعن المنطقة اللي انا عملت سمعة وحشة فيها، وابتدي حياة جديدة. لكن من سوء حظي وغضب الدنيا عليا انه كان راجل ضعيف مكسور الجناح في زمن كانت مصر فيه وطن ضعيف جدا بلا اي اجنحة، وعجز عن ان هو يعولني او يصرف عليا او حتى يعيل نفسه، وتركني في الحياة وحيدة في اسكندرية، وراح مسافر عشان يشتغل مع السلطة العسكرية البريطانية. فعلا ده حظ وسوء حظ، فعلا اشتغل في السلطة العسكرية البريطانية فين؟ كان في قناة السويس او على ضفاف قناة السويس، اللي هو بيعملوا الطرق والترع ويحفر خنادق وقضبان سكك حديدية وكلام من ده. واشتغل كمان هو هناك ممرض في فايلك الخدمات الطبية، بعد ما تعب شوية يعني وشاف ان ده حمل، راح اشتغل ممرض في فايلك الخدمات الطبية اللي هو مين؟ احمد رجب. فكشف يا سيدي، وحين عاد بعد شهور من الغيبة اللي هو كان غيبها عني دي، وسابني بلا اكل بلا شرب بلا فلوس، فرجع وانا اثناء غيبته كشفت نفسي وكشفت يعني جسمي، وتزليت لكل عابر سبيل علشان اكل او الاقي اللي اكل بنفسي. وقلت له انت غبت عني وانا اتهنت، والناس يعني احتكوا بيا واللي كان طمعان فيا، وناس اتهجمت عليا وناس، وامه قالت له حصل بلاوي، فلم يغضب ولم ومقررش حتى يطلقها. ويعني هي طبعا دي انكسار عند الست لما تعرف جوزها ما عندوش ريحة الكرامة. فبصت كده، وطب انت يعني ماشي، ها يمكن يسكت في حاجة جات له صدمة. بعد شوية ما قررش انه يفضل جنبها ليحميها عشان يحميها من كلاب السكك، بل قعد معاها ايام قليلة وراح جاي سايب لها قرشين، وعاد هو الاخر الى وعده المكتوب على جبينه في جيش الحلفاء والشغل تاني مع السلطة العسكرية البريطانية. ما دي كسرة نفس وحاجة تحزن يعني، انت جبتها عشان تتوبها وجبتها اسكندرية وتقوم ترميها وتقول لك ناس بتتحرش بيا او عايزه تغتصبني او عايزه كذا وكذا وكذا، والاخر تروح عامل كده وسيبها وماشي؟ ما دي نصيبه، ما هم لهم اسباب برضو. واللي هتحكيه اللي جاي ما اختلفش عن السيره
الذاتية اللي قالتها في الفصل الأول من حياتها، لكن يعني كان شبه على نفس المنوال ماشي، يعني نفس الحاجات، حاجات شبهها كتير. وقالت حتى ريا كانت وعد وكان حسب الله مكتوب، ما قدرتش اهرب منهم او ما عرفتش اروح منهم فين. لما هربت من كفر الزيات عشان اروح اسكندريه، راحوا لاحقين بيا في اسكندريه ومخلي ريا وحسب الله ومعاهم كمان ولادهم الصغيرين، وخلفهم الشرطه بتطارد حسب الله اللص التافه اللي كان بيسرق اكواز السكر واقراص الحلاوه الطحينيه وعلب البلوبيف عشان ياكلها. وبعد اسابيع راح، بعد ما انا مشيت جه قال لها، بيقول لها يعني جه امتى؟ قالت له بعد اسابيع كان جاي ورانا اسكندريه، واللي كان متبقي في كفر الزيات من آل همام كان وعد ومكتوب، اللي هو اخويا وامي اللي هو اخوها ابو العلم. حلوه كلمه وعد ومكتوب اللي مسميها لكل اتنين ديت. قالت له عشان كل ده يجي على ظهري وعلى كاهلي عبء اطعام الجميع في زمن الفقر وزمن شح فيه الاكل وتعطلت الاشغال واستعمار وبهدله، مفيش فرصه عمل ابدا موجوده لاي حد الا اللي يستسلم للوعد والمكتوب زي انا كده، او اللي هتبيع جسمها او اجسام الاخرين، يعني تشتغل تدير بيت يعني سر او بيت دعاره. يعني والله ماساه. وكما كان حسب الله مصدر لتعاسه ريا باعتباره كما زي ما قالت ريا راجل كعدمه، فقد كان كذلك مصدر للتعاسة ليا أنا كسكينة، يعني باعتباره المفروض إن ده رجل الأسرة اللي يملك سلطة أدبية عليها، لكن مارسها ضدي بطريقة زائت أو ضاقت منها الأمرين، فعانت من تنطعه وإنه جبلة وانه يعني بارد وانه بدون عمل عاطل يعني، وانه راجل بليد وشرهته بليد وشره في انه يعيش على قفا اي واحدة ست ما عندوش دم خالص. واستمر العيش على حسابي والعيشة والاكل وكل حاجة على حسابي، وفوق كل ده سعادة البيه انكار للجميل وشتيمة وبهدلة وقلة ادب، الى حد وصل لانه بيحرض اختي عليا وان هي سرقوا ملابسي ونقودي في يوم من الايام وانا برا في الشغل. كان خسيس جدا. وكان كمان بيحاول يعني يطرد اختي، وانا بالذات كمان يحاول يطردني لما مثلا يعملوا مشروع هو وريا ومشروع ينجح، كان بيحاول كتير يطردني ويضربني ويبهدلني او يعني ايه اللي ادبه عليها. يعني حسب الله بكل الطرق يا بيه كان شر، اشر حاجة في الوعد والمكتوب على جبين الشقيقتين انا واختي. فراح الراجل بصص لها كده يعني مذهول من طريقة كلامها اللي اتغيرت، وراحت قال لها يعني هزلها راسه كملي. وقالت له بقى كان قتل النساء بعضا من الوعد والمكتوب على جبين سكينة منذ الأزل وإلى الأزل، عمالة تقدم له تكرر له الكلمة دي، فهي لم تختاره سكينة اللي هو أنا ما اخترتوش ولا ريا ولا قررناه وما اشتركناش فيه بإرادتنا، لكن يعني الظروف دفعتنا إليه زقتنا عليه وما قدرناش نقاوم من الجوع والفقر، وبدأنا نآمن
ان ده مكتوب على الجبين فعلا، بقينا نحس جدا ان ده مكتوب علينا، وان ده الشر ده مكتوب علينا، واللي مكتوب على الجبين لازم هتشوفه العين. اما البداية فكانت في كانت في ساعة غبرة في يوم اسود، ده اللي قالته، دعتها فيها اختها ريا لمصاحبتها الى بيتها في حارة علي بيك الكبير عشان تخطرها في الطريق او تقول لها بان خضر اللامي قد خدعتنا واخفت عننا حقيقة الاجر اللي كانت بتاخده ايام ما كنا مشغلينها معانا في الدعارة، كانت بتخش مع الرجالة وكانت بتخدعنا. فاكرة يا سكينة لما كانت في بيت الكم؟ ده احنا قعدنا فيه سنوات يا سكينة، على طول السنين دي كلها كانت بتسرقنا وبتختلس وبتاخد حقنا وبتشيل لنفسها الجانب الأكبر. يظهر هي اللي كانت بتحاسب اسمها ايه دي خضرة اللامي، يعني هي اللي كانت بتحاسب الراجل وتديهم هم، تقول لها كانت بتاخد الجانب الأكبر، يعني او يعني بتاخد اكتر من نص كمان، وتسيب لنا فتافيت اللي احنا جايبين البيت واحنا اللي موفر لها كل حاجة، والاخر كمان اشترت لنفسها زوج من المباريم، يعني من الناس الاغنية. ويا ريا ويا سكينة الحكم صدر باعدامها والاستيلاء على ذهبها كله عشان نسترد حقنا المشروع والمهضوم اللي هي سرقته مننا. تو كل الكلام ده في السكة لغاية لما وصلت لعلي بيك الكبير، بيت علي بيك الكبير، كان القضاء قد نفذ وتكومت جثة خضرة اللامي تحت الصندرة. كان الرجال الأربعة قاعدين ساعتها بيحفروا القبر. قالت له وبهذا المنهج القدري في التأريخ اللي انا بقرخه لك واللي انا بقوله لك، ده اللي يفسر كل الظواهر باعتبارها وعد ومكتوب. احنا ما اتولدناش ان احنا جايين نقتل ولا جايين، لا ده وعد ومكتوب علينا لا دخل لإرادة الانسان فيه، وبالتالي مفيش مسؤولية عليه. طبعا مفيش مسؤولية عليه، لكن في احكام هتصدر عليه. وكملت سكينة بتروي بالتفصيل كل ما تعرفه عن عمليات قتل 10 من الضحايا، بينهم 6 قتلن او اتقتلوا ودفنوا في حجرة اختها ريا بيت علي بيك الكبير. ده كلامها، خلي بالك مش اعداد صحيحة. والتلاتة اللي اتقتلوا ودفنوا في بيتك او في شقتك في حارة ماكوريس، وحجازية اللي اتقتلت في حارة النجاة وعصروا عليها على جثتها في غرفة المحششة. وعندما لفت المحقق نظرها قال لها يا سكينة هناك في 5 جثث أخرى ما ذكرتيش عنها أي شيء ولا عن ظروف قتلهم، فيهم 4 بس في بيت ريا، واحدة في بيت أم أحمد النص. راحت رد عليه قالت له لا أبي أنا دول معرفش عنهم شيء، أنا صاحبت تلك الجثث أو الجثث دي اللي هي اتقتلت قدامي وكنت موجودة، دول اتقتلوا قدامي، لكن اللي أنت بتقول عليه دي ممكن تكون ستات اتقتلت في غيابي ومن دون علمي، وفي الفترات اللي كنت بخاصم فيها سكينة ريا أختي كنت ما بجيش لها البيت. وقالت له يعني ممكن يكون القتل كان بيتم، قالت له ما انت عندك الواقعة بتاعت الشوال اللي قالوا ان في لحم انجليز اللي شالته المقطورة بتاعتي اللي هي عزيزة، ما سألتها قالت لها ده شوال لحم انجليز ولحمة معفنة، هو خدته من بيت ريا وراحت ألقته فين؟ في خرابة شارع الواسطي. وتبين في اليوم التالي ان هي جثة امرأة، فانا استنتجت ان دي جثث قديمة كانت مدفونة في بيت اختها، وطبعا عملوا الجرائم دي من ورايا، فجم اتزنقوا عايزين يفحروا او يحفروا ويعملوا قبر جديد فما لقوش مكان، فراحوا مخرجينها من القبر عشان تحل محلها جثة لامرأة اتقتلت اكيد في نفس اليوم، وان العصابة يعني فعلا ما كانتش لاقي مكان لان خلاص المكان اتملأ.
وانا يومها عاتبت ريا، ويعني انت بتخبي عليا ليه وبتتواطئي مع افراد العصابه على ان انت تاخدي نصيبي؟ طب ما كنت تبعتي لي وناديني حتى لو مخصماني عشان يبقى لي نصيب ويبقى لي فلوس. ولكن ريا راحت ردة في الحته دي، قالت لا لا، الشوال ما كانش فيها الا لحمه انجليزي، لحمه معفنه بايظه. المهم والحقيقه ان اعتراف سكينه كان يتسم بدرجه من الدقه تدل على قوه ذاكرتها جدا، مش موضوع سكرانه بقى، وتؤكد ما ذهب اليه رفيقها سلامه من انها لم تكن تغيب على الوعي. غريبه سكينه دي، يعني سلامه نفسه قال لهم مهما شربت، يعني لو شربت المحيط من الخمره هي برضو سكينه واعيه وفاهمه كل حاجه، وذاكرتها زي الحديد. ده اللي قاله رفيقها سلامه. والمحقق قال لك اما نشط ذاكرتها شويه اكتر ما هي متنيله نشيطه، عشان تعترف له بظروف مقتل الضحيه ال11 اللي هي فاطمه مومس كومباكير اللي قابلتها ريا امام دكان زنوبه الفرجيه لو تفتكروا، واستدرجتها الى منزلها بدعوى ان حسب الله هيقرا لها الطالع. فاكرين ان حسب الله عمل شيخ؟ مع انها كانت في اليوم ده سكرانه سكر جامد جدا، فتذكرت تفاصيل الواقعه بالكامل. دماغ حديد متكلفه فعلا، يعني كانت بتاخد الجرعه كلها لوحدها، ما كانش حدش بيشاركها فيها. وتلاقي كانت شغاله انجكشن برضه، بتاخد ابر ما تعلمش بقى. وقالت كمان، يعني شوف لدرجه ان هي بتحكي، قالت له اقول لك كمان كانت لابسه ايه، ذهب ايه، وراحت وصفه له الذهب اللي كانت لابساه. تخيل واحده كانت سكرانه طينه وتحكي جريمه قتل بكل دقه وبكل التفاصيل، وما كانتش جثه الشارع الوسطي هي اللغز الوحيد من الغاز التحقيق اللي اماطت، يعني ماطلت فيها اعترافات سكينه، لكن يعني ادلت باسماء صاحبات الجثث كامله وصحيحه، وده ازاح جانب كبير جدا من الارتباك اللي عملته ريا في التحقيق نتيجه اصرارها على تجهيل الاسماء، ان هي كانتش بترضى تقول اسماء ابدا، او ان هي تبدلها باسماء تانية غيرها. صححت سكينة باعترافها ده وقائع كتيرة كانت تحتاج الى تصحيح، من بينها اعتراف بان زنوبة الفرارجية اتقتلت في بيت شقيقتها وليس في بيتها، على عكس ما جاء باقوال ابنة شقيقتها بديعة. بديعة قالت كده، وجارتها سيدة سليمان كمان، وهو ما أتاح للمحقق الفرصة لتدقيق الواقعة، فاستدعى مين؟ سيدة سليمان، واجهها باللي قالته سكينة، فصححت أقوالها السابقة سيدة سليمان، رجعت في كلامها ونفت كل ما ذكرته من قبل كده عن رؤيتها لزنوبة وسمعها الصرخات في الليل، وطلعت كذابة، وحصرت شهادتها في واقعة المرأة العورة اللي عادت عند العصر لتجدها في غرفة سكينة بين أحضان حسب الله ورجل آخر وصفته بأنه أبيض وقصير ومليان الجسم. ولما غادرت البيت دون أن تغادر المرأة، أو حسب الله قال لها، أو هي يعني الست ما مشيتش ولا حسب الله مشي، فدفعها الفضول ان هي تتلصص او تبص على اللي بيحصل في الغرفة من النافذة بتاعتها المطلة على المنور. فرأت حسب الله ينحني على المرأة في وضع دعاها للشك في انه يرتكب معها الفحشاء. ماشي، الفحشاء طبعا. ولما واجهت سكينة بذلك وبان المرأة لم تخرج من غرفتها فعلا، هي قالت لسكينة كده، شككها حسب الله في اللي رأيته، اعطاها جنيهين لكي تتكتم على اللي شافته، لان قال لها اصل جوزها صديق ليا وانا مش عايزه يعرف حاجة.
على فكرة احنا انا مش بطول في القصة، انا اقسم بالله بقول لكم القصة كما ينبغي بكل حرف. ناس كتير حكت القصة، مش بتتم في غيري والله، الناس حكتها احسن مني، بس بيشيلوا حاجات يقول لك لا ملهاش لازمة، لا ملهاش كذا. انت اما تشيل حتت هتيجي تربط القصة كلها ببعضها تلاقي في ثغرات، فانا ما شلتش حتت، انا قلت كل حاجة عشان يبقى كفيت ووفيت فعلا وعملت اللي عليا وقلت قصة مش ناقصة حرف، تمام. وكان يا سيدي من بين اللي قالته سكينة واللي اتطوعت بسكينة ان هي تحكيه الاعتراف من غير ما يسألها حد بقى، دي يعني دي ما حدش سألها، اعترفت بان هي توجهت في اليوم التالي لقتل فردوس للسايغ، للسايغ عشان هي كانت معاها خاتم، راحت قبل كده مع فردوس عشان تطليه، فراحت بقى تجيب السايغ الخاتم ده اللي كان الراجل الانجليزي مديهولها، ماشي. وكمان كان في مش عارف اسمها حاجه في البرائع كده، في البرقع اللي بتحط قصبات برقع، عشان اروح اجيبها منه وادفع له ثمن الطلاء، ورحت جبته فعلا واحتفظت بيه لنفسي وخبيته في مسند في ايد المسند بتاع الانتريه او الكرسي بتاع الانتريه. وكمان قالت له يا بيه عشان اثبت لك كلامي صح، دلوقتي بتدور بكل الطرق عشان تثبت، تعالى اوديهولك اوريلك انا خفيته فين وحطيته فين وهجيبهولك وموجود لحد دلوقتي. والمحقق عمال يسمع الكلام نسى الحتة بتاعت تعالى اوريهولك بسبب انشغاله بمحاولة الحصول على اعترافات مماثلة من بقية المتهمين، وعمال يجيب ناس كل ما تقول لحد زي سيدة تعالى سيدة الكلام ده صح، تقول له اه. فراحت ركن سكينة على جنب شوية، راحت مفكرة تاني، قالت له يا بيه بقول لك في خاتم شايلاه في كذا كذا في الايد بتاعت الكرسي، وروت الواقعة لكمال نامي، قالت له يعني التاني مش عايز يسأل فيا ولا ايه ما تعرفش. المهم راحت قايلة لكمال نامي اللي هو مأمور اسم اللبان، وراح مستأذن المحقق النيابة وقال له احنا عايزين نكلف اليوزباشي ابراهيم حمدي يروح معاها لغرفتها علشان يشوف كلامها ده صح ولا لا، ونشوف الخاتم ده مختفي فعلا اللي هو كان جوز فردوس مديهولها ويعتبر يعني تركت فردوس، ونشوف الكلام ده صح بتاع سكينة ولا لا. وعلى نحو يا سيدي ما بدأ من الاعترافات اللي أدلت بها سكينة في تلك الجلسة والجلسات التالية من التحقيق، وكان هناك هاتفا خفيا أو دافع خفي جواها عمال يعني دي الخنقة، خلي بالك عمال يزقها وتقول حاجات لوحدها من غير أسئلة، يعني حاجة بتزقها الاعتراف بكل شيء، يعني حسوا كده ان في رغبة عندها عمالة تخر كلام، يعني دي يعني حسوا ان دي لحظات فاصلة من حياتها وان هي عندها نصيبة عايزة تقولها، او تحس ان هي عايزة تتظاهر بالاعتراف وتتخلص من عبء اسرار كانت شايلاه كاتم على نفسها، اللي هو يعني فعلا كأنه هيخنقها. والغالب ان هي نظرت على اعترافها باعتباره ككل شيء في حياتها، ان انا الاعتراف ده هو حياتي الان وده كل شيء في حياتي، وبرضه هو ايه وعده مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، كانوا عمالين يكرروا الكلمة دي، وانا هستسلم للقدر ومش هقاوم ولا هخاف من العاقبة، اعدام اعدام. يعني ادركت في الوقت ده ان ده الجزاء المكتوب عليا من البداية، خلاص احنا ناس حظنا وحش في الدنيا، مكتوب علينا الفقر والهم والقتل وكل حاجة كانت واقفة ضدنا، وزي ما قالت احنا توجهنا غصب عننا في السكة دي، يعني كانت عايزة تفضح اي حاجة مستورة، وان شاء الله جت بالصدفة حتى. والجرائم اللي امتدت على مدى عام كامل بواسطة احمد العاجز، يعني شوف بتقول له ايه، يعني حاجة حكيمة شوية بتقول له شوف كل اللي كان
مستور دوت من جرائم على امتداد عامل كامل يتكشف بواسطة واحد عاجز، واحد اعمى، ابن صاحب بيت الجمال، يعني ده يدوب بيشوف ما يشوفش ابعد من كف ايده، وكان يمكن انه ما يكتشفش شيء لولا اننا كنا دفننا جثة نبوية الاهوجية تحت الصندرة ومش بجوار دورة المية. يعني لو كانت بس الجثة دفنوها تحت الصندرة ما كانش الموضوع ده اتكشف. يعني فعلا بتتكلم بحكمة قوي، وانتهت بنجاح عاجز اخر. يعني بتقول له الكشف ده تم بنجاح في البداية من عاجز وانتهت بعاجز اخر يحمل نفس الاسم اللي هو مين؟ الشيخ احمد المغني الضرير، لما اكتشف صوت عديلة الكحكية لتعترف الفتاة ويخليها تقر وتعترف باللي خلى بالرية انكرته كله. جات اعترفت عديلة عشان واحد عاجز كشف الجثة في الاول، وواحد مغني عاجز عرف صوت عديلة. فقالت له الانكار عبس ممنوش فايدة، ولا اي انكار خلاص ما عادش في فايدة خالص، انا اقتنعت وانا فهمت ان ربنا يعني امهلهم ولم يهملهم. العصابة دي ربنا امهلهم ولم يهملهم. يعني انا لو ما كنتش شايفة التحليل اللي انا قلته لك ده كان ممكن ما اعترفش، لكن انا حسيت ان واحد اعمى كشفنا، كفيف كشفنا، وانا اتعمدت اكون صادقة ودقيقة جدا، ويعني كاني بقرخ لك او بكتب لك حاجات بكمة في الدقة والحقيقة، وربنا بقى هو اللي هيوزع المسؤولية والعدل على كل واحد فينا او الجزاء على كل واحد فينا. والانقلاب ده يعني حصل في حالتها النفسية فجأة، ضباط الشرطة بصوا لقوا الواحدة تانية قدامهم خالص، لدرجة ان صحيفة اسمها وادي النيل، حتى انا دورت عليها ما عرفتش اوصلها، لقيت قصص عليها وكلام من ده عليها بس ما عرفتش اشوف حاجة نشرها او جايبها. قالت ان سكينة قالت اعترافها كأن واحد بيقول شعر، وكانت هادية تماما ومطمئنة وسكينة فعلا وبمنتهى الرضا وبمنتهى الاعتراف بالحقيقة، وان هي مدانة ومفيش اي علامات خوف كانت عليها زي قبل كده اما كانت بتكذب او اي تردد. يعني لدرجة ان هي اما خلصت الاعتراف ده كامل بيقولك استردت روحها المرحة واصبحت اكتر ميل للضحك. اما تابعوها بعد يوم واتنين بقى بيقول لك لقوها رجعت طبيعية خالص، وكمان بدأت تنكت وتقول نكت وتهزر ولا كأن في حاجة خالص. وبيقول لك اتفتحت شهيتها لاحظوا للطعام، وكانت اتفجعت بتاكل بشراهة متناهية، ده السبب اللي خلاها تخنت في الآخر وقت الإعدام. بيقول لك بتاكل بشراهة متناهية، بتاكل رغيفين وتلاتة، ما كانتش بتاكل كده نص رغيف على بعضه، وكانت بتاكل فول وطعمية بالذات. بتقول لك كان تطلب لازم، يعني يا جماعة انا عايزة فول بتاع ده زيتون مخلل او مخلل تجيبهولي. والله العظيم ده السجن ده عالجك من الادمان ومن السكر اللي كنت فيه والبهدلة اللي كنت فيها، كنت خليكي فيه وخلاص. يعني دي لو كانت عارف ربنا معاها شوية كان مثلا عملوا حاجة في الاول اتسجنوا فيها 3-4 سنين 5 وكانوا يتأدبوا ويطلعوا كويسين وناس كويسة، بس فعلا هو قدرهم بقى كده. هنقول يا سيدي وكانت فعلا عادلة في الاعتراف وحصرت المسؤولية، قالت لهم يا جماعة انا اعترفت بكل حاجة صح وما خبتش عليكم اي حاجة، ومسؤولية الجرائم دي كلها والقتل والدفن وكله والبيع هتيجي في 4 انا هقول لكم عليهم حسب الله
وعبد العال وعرابي وعبد الرازق. الأربعة دول مسؤولين، مفيش غيرهم. اللي يقول لكم غير كده كذاب. وأكدت قوي على الحتة دي، وأكدت وقالت لهم لو عايزة كمان أشرح لكم كل عملية اشترك فيها كل واحد منهم. قالت لهم بس معلش أنا نسيت حاجة، سلامة اشترك، سلامة انه حضر بالصدفة. امين سلامة ده يا ست؟ قالت لهم ده رفيقي، ده جه في يوم صحيح حضر بالصدفة وما شاركش في اي عملية قتل، عشان ما فيش واحد منهم يقول لك ده سلامة قتل معانا. لا يا بيه، سلامة جه بالصدفة في عملية قتل ام فرحات بائعة الجاز وخد نصيبه عشان الكتمان وعشان ما يعترفش علينا. لما بعنا الذهب بتاع ام فرحات بائعة الجاز خد فلوس ولم يشترك لا قبل كده ولا بعد كده ولا في اي عملية. ده بيه اخر حقيقة بقولها لك. وكمان قالت له اكمل لك بقية الحقائق عشان ما تتعبش نفسك في حاجة، وده اللي دفعها فعلا. او ده يعني كانت حريصة قوي ان هي تبرأ ناس وتتهم ناس، مع انه المفروض ما ياخدش بكلامها لما يتأكد. قالت له اللي اتهمتهم اختي ريا او اثارت حواليهم الشكوك وعلى رأسهم عديلك كحكية، انا بنفي كل اللي نسبته ريا من وقائع كاذبة. ورغم ان انا مش قادرة اعرف يعني او ابرر تحامل ريا على عديلك كحكية، وببرأ لك يا سيدي جيراننا الاربعة من سكان بيت الجمال. انا بتراجع عن اتهامهم، لو انا اتهمت حد فيهم او ريا الكلام ده كله كذب. وقالت له يعني ان يعني تحس بقت خايفة تظلم حد او خلاص هي اعترفت وهتشيل الذنب لوحدها او نتيجة عملها. وقالت له ان شهادة سيدة سليمان ضدها، وذكرها لاسماء عبد العال وخميس وفهمي وشعبان المنجد اللي كانوا بيقعدوا التلاتة دول معايا في خمارة سبيرو، هو ده اللي دفع لاتهام ابنها احمد السمني. انا اتهمته علشان شهادة سيدة سليمان ضدي وضد الناس اللي معايا، فاضطريت اتهم ابنها وزعمت ان هو كان شريك ليا في حين ان هو ملوش اي صلة اصلا بالموضوع ده خالص. ونفت في اجابتها على سؤال المحقق، كمان سألها سؤال ان تكون يعني صداقتها بيهم وراء تبرئتها، انت يعني مثلا عشان صاحبة دول او سيدة سليمان او انت كذا او ابنها او ممكن تكوني صاحبتهم فبتبرئيهم. قالت له يا بيه انا لو عايز ابرأ اي حد كنت ابرأ جوزي او ابرأ سلامة رفيقي او اللي كان جوزي او رفيقي اي واحد فيهم، يا سلامة يا احمد تانية التاني كده، المهم ابرأ اي حد دول. انا لا، طب يمكن انت بتخففي المسؤولية عن سلامة وان هو ما شارك وعمل وعمل. قالت له لا والله سلامة انا بحب يعني بسبب ان انت بتحبيه. قالت له انا بحبه لكن انا لغاية الان بحب عبد العال، ما بحبش سلامة، ما بكرهش سلامة. قالت له لكن حبي اللي بحبه لحد دلوقتي هو محمد عبد العال. اول مرة استغربت انا من الحكاية دي، او كنت مفكرها فعلا بتحب سلامة اكتر، لكن محمد عبد العال فعلا هو اللي النهاية معاه يعني. يعني ففعلا هي كانت سكينة واضحة قوي، وقالت لك الاعتراف يا هيخفف عليا يا مش هيخفف عليا، مش مشكلة انا هبرز الحقائق وخلاص، يمكن ربنا يقف جنبي ولا يحصل اي حاجة، فانا هقول الحقائق وهقول اللي عليا ومليش دعوة باي حاجة، وهقول الدلائل اللي تبرهن على كده، ولو في حاجة هخفيها معلومات هتدل على عكس كده هقولها، هعترف بأي حاجة ومش هصطنع أي حاجة ولا هكذب في أي حاجة.
وفي في الوقت ده حرصت على ان هي تؤكد انها لم تشترك في الاتفاقات اللي انتهت بوضع خطه قتل النساء لسرقه الذهب بتاعهم، ولم تعلم بها الا من رايا، وقبل دقايق من قتل خضرة اللامي اول الضحايا اعترضت على الاسباب اللي قالتها لي رايا عشان القتل دي، وان احنا نقتلها بالذمه دي اسباب مشروعه عشان نقتل واحده بدعوة ان احنا نسترد حقنا اللي سرقته خضرة اللامي واستحلته لنفسها. يعني ما كنتش مقتنعة، ودفعت عن خضرة قالت ان هي امرأة ست غلبانة، ما كانتش زي مرايا قالت لي كده، وراحت قايلة حتة يعني تريقة يعني بنت كلب، يعني مش عايز اقولها والله مش عارف اقولها ولا لأ. قال لا يعني، قالت له يعني هي، بيقول لها يعني هي دي كانت كويسة، قال لها، قالت له لا هي يعني خضرة كانت غلبانة لكن كل اللي حوشته ده من عرق فخديها. مش عايز اقول والله، ديني قلت واتنيلت. يعني دي تقريبا تأليسة كانت بتقولها، واضافت ان هي تقول انا ما كنتش يعني كنت معترضة بس ما كنتش اتصور ان هي الموضوع يوصل لكده. يعني يا دوب وصلنا للبيت حتى لقينا التنفيذ تم، وكمان فضلت اعترض جامد جدا، ما كنتش ساكتة، قعدت اعترض على كل عملية تالية لينتهي بيا الامر الى نفس النتيجة، ولدرجة ان بقية افراد العصابة كانوا بيتعمدوا اخفاء موعد التنفيذ عني ويفاجئوها بغتة او فجأة ان احنا نفذنا القتل في كذا عشان يتفادوا اعتراضي عن عملية القتل. وطبعا ده بعد فوات الاوان بعترض، وان الموضوع تم خلاص مفيش فايدة من الاعتراض. وفي يعني مرات كانت بتدل، او في الشواهد بتدل ان هي المسؤولة مباشرة عن سحب النساء الى الحتة اللي بيقتلوا فيها او البيت، زي مثلا زنوبة الفرجية فقط تنصلت سكينة، يعني ما بيقول لها انت كنت بتسحبي الستات، فتنصلت سكينة من المسؤولية عن الموضوع دوت، وراحت رمية التهمة على بقية افراد العصابة، مع ان هي اللي اقترحت على زنوبة الفرجية ان هي تصحبها الى البيت. يعني قالت انا اقترحت عليها لبيت علي بيك الكبير عشان تاخد من رايا بعض الفلوس اللي كانت مدينها مدينة رايا بيها، يعني هي كانت عايزة من رايا فلوس، فقلت لها تعالي خدي فلوسك. لكن يعني راي سكينة حرصت على التأكيد بانها لم تكن تتصور ان يقتلها الرجالة ابدا. ليه؟ دي كانت بيننا وبينها صداقة عميقة وقديمة جدا، يعني مع آل همام بالذات كان في بيننا صداقة كلنا مع الست دي. ف يعني تم القتل وكده، وهنقف عند الحتة دول، كفاية عليكم ساعة، كل مرة هبت ساعة ولغاية لما انتوا تلاقوا زهقتوا. فيارب الفيديو يكون عجبكم، ومش هنزعل حد، واي حاجة عايزين تسألوا فيها هنعملها. والفيديو ده نازل بصوت دي الموسيقى اللي شغالة دي، وعشان خاطر زميلتنا في القناة اللي انا مش عارف اقرأ اسمها، اوله سي اتش بس مش عارف اقرأ، اسم غريب يمكن من بلد غريبة او حاجة، او جزائر، طبعا هو الجزائر، هي جزائرية بس انا مش عارف اقرأ الاسم، يا ريت تكتبولي بالعربي. هنزلك فيديو نفس الفيديو ده بس بموسيقى رايا وسكينة، هيتنزلوا الاتنين في وقت واحد او بين ده وده 5 دقايق. ولا اله الا الله محمد رسول الله بالنيابة عنكم. سلام. Thank you.